السلام عليكم. اليوم المحاضرة السابعة والأخيرة لهذا الفصل راح نتعرف فيها على الترانزيشن تاب والانيميشن تاب. الترانزيشن تاب حتى نقدر نسوي فت حركة على السلايدات لازم نروح على الترانزيشن تاب، لأن هو مسؤول عن إضافة حركة إلى السلايد. يعني هذا السلايد نفسه أريده يصير به حركة. He used the transition tab to add transition to a slide and to customize transition effects. يعني أريد أخلي السلايد يتحرك وأتحكم بإعدادات هذه الحركة. حتى أضيف حركة معينة إلى السلايد أروح للترانزيشن تاب وأختار أي نوع من أنواع هذه الحركة الموجودة. وأيضا إذا تضغط هنا تظهر لك مجموعة أخرى من الحركات الموجودة بالسلايدات. هاي كلها حركات موجودة بالسلايدات، تختار أي نوع تريده. أريد أشوف الحركة مرة ثانية، أقول له preview. هاي preview تساعدني حتى أشوف الحركة اللي موجودة على السلايد اللي أنا دا أضيفه. ريفيو اشوف الحركة. عندي ايضا الافكت اوبشن حتى اتحكم باعدادات هذه الحركة. مثلا هسه هاي الحركة شلون تكون من الاسفل الى الاعلى، لا انا اريدها مثلا من اليسار، دا اغير باعدادات هذه الحركة. طبعا كل نوع حركة له فت افكت شكل حيكون موجود، يعني مو نفس هاي ما بيها افكت، اكو بعض الحركات ما بيها افكت، مو نفس الإفكت لكل الحركات. فكل حركة لها فد إفكت أوبشن ممكن أنت تغيره من تروح هنا إلى الإفكت أوبشن حتى تزيل الحركة. اليوم أنت سويت حركة بالسلايد، تعلمنا اختارينا أحد هاي الأشكال الموجودة، ضفت حركة، إذا ما أريدها أروح إلى النان وراحت الحركة، أريدها موجودة الحركة. وهنا وياي أكو نجمة موجودة بجانب السلايد، هذه يعني معناها انه هذا السلايد صار بي ترانزيشن. من اقول لنا راحت هاي النجمة، من راحت هاي النجمة معناها ما في اي حركة صارت، فنرجع الترانزيشن، لان احنا الغرض من هذا الموضوع انه عندي حركة تكون بالسلايد. اذا اريد صوت يكون عندي بالسلايد، وقبل ما نروح للصوت نقول انه الترانزيشن تاب ورحت على البريفيو جروب، بريفيو ترانزيشن تاب ترانزيشن تو ذيس سلايد، ونختار اي نوع من الترانزيشن، والترانزيشن تاب تايمينج جروب، واروح الى الساوند حتى اختار صوت. شوفوا يا اكو صوت هنا، انت تختار صوت حيصير مع الحركة. انا عادة ما احط اي صوت حتى نقول نو ساوند، حتى لا يصير اكو اي صوت بالترانزيشن. بس اذا تريد صوت تضيف مع كل انتقال من سلايد والاخر، تروح على الساوند وتختار الصوت اللي تريده. الديوريشن هي الطول للترانزيشن او اللينكت اوف ترانزيشن. هسه اليوم اني مثلا شوفوا وياي هسه هاي الحركة، نسوي بريفيو. اذا ازيد الوقت، اذا ازيد الوقت حتصير عندي حركة ابطا. شوف هسه حركة ابطا، خل ازيده اكثر حتى تبين شلون الحركة ابطا. كل ما تزيد الوقت كل ما تكون الحركة ابطا، كل ما اقلل الوقت كل ما تكون الحركة اسرع. شوف حقلل الوقت وشوف الحركة شلون سريعة صارت. قبل شوية من زيدت الوقت كانت الحركة بطيئة، صارت حركة الترانزيشن للسلايد صار بطيء. طبعا هاي الحركة والصوت والمدة هاي كلها انت تسويه على سلايد نمبر 1، بس انا اذا اريدها على بقية السلايدات، وشون عرفت بس السلايد الاول، بس هذا السلايد عليه نجمة، فمعناها بس هذا السلايد صارت عليه الترانزيشن. انا اريد لا، كل السلايدات تكون لها نفس الحركة، نفس الديوريشن، نفس الصوت، نفس الإفكت، نفس كل شيء. ما أقعد أعيد كل السلايدات واحد واحد أروح أسوي بيها هاي الترانزيشن، أقول له فقط apply to all. شوفوا هي صارت كلها بيها نجمة، كل السلايدات صار بيها نجمة، فمعناها إنه الحركة هذه اللي اختاريناها
طبقت على كل السلايدات الموجودة. أدي هنا أنا بعد شغلة إنه بالأدفانس سلايد أريد إنه يصير انتقال. خلنا نسوي هسه بريفيو قبل ما نروح على الأدفانس سلايد. خل أسوي بريفيو، نروح على F5، شوف هسه هذا السلايد الأول، أضغط كليك وأنتقل إلى الثاني. طبعا الحركة بطيئة ليش؟ لأن أني سويت اللينكث أو الديوريشن وقت تطويل، فهيدا ينتقل بين سلايد والآخر. أني هسه إذا أريد يعتمد، طبعا خلنا نقلل الوقت، ومن أقلل الوقت أنا قللته بس للسلايد الأربعة، أنا لا أريد كل السلايدات، فطبقت على كل السلايدات. شلون أتأكد؟ أجي أوقف هنا، أجي أوقف هنا، أشوف كل نفس الشيء طبق على البقية. الانتقال بين سلايد والآخر اعتمد على حركة أو ضغط على الماوس، أون ماوس كليك. أنا ما أريدها يعتمد على الماوس، لا أريدها اعتماد على وقت معين هو ينتقل من واحدة، وأقول له apply to all، يعني من تنتقل من سلايد إلى الآخر ما أضغط كليك بالماوس، هو من واحدة ينتقل من سلايد والآخر بعد كذا وقت أنت تحدده. ومن تقول له apply to all لازم تقول له apply to all حتى أطبق هذا الشيء اللي غيرته هنا بالإعدادات على كل سلايدات. أرجع أقول له F5، هاي ظهر هسه السلايد الأول بعد مدة معينة أنا حددتها، تريد تزيدها، تريد تنقصها، هذا أنت الشيء اللي تريده. ينتقل من سلايد إلى الآخر، هاي إذا أنت تريد تعرض اليوم فد موضوع معين وهي السلايدات هي تتحرك بدون ما تستخدم الماوس أو التاج. هاي تعلمنا هسه شلون أضيف حركة إلى السلايد. هسه إذا أريد أخلي الأوبجكت الموجود داخل السلايد نفسه يتحرك، أروح وين؟ إلى الأنيميشن تاب، to add animation to object in a slide and to manage the animation order. شنو أقصد بالأنيميشن؟ الأنيميشن العفو أقصد بالأوبجكت. الأوبجكت هو النص، هو الصورة، هو الفيديو، هو الأوديو اللي حتخليه بالسلايد، يعني هو النص والصوت والصورة والفيديو اللي حيكون موجود بالسلايد. لأن السلايد ممكن تكون أنت حاط بيه شارت، ممكن تحاط بيه صورتك، ممكن تحاط بيه فيديو قصير، ممكن تحاط بيه مقطع صوتي، ممكن تحاط بيه باراجراف، نص كتابة. أريد هذا الأوبجكت الموجود أريد يصير بيه حركة، الأوبجكت الموجود يصير بيه حركة، فأروح أوقف عليه، هاي بس هنا أوقف عليه وأقول له animation tab، animation tab، وأختار أي نوع من أنواع الحركة الموجودة. طبعا هاي أيضا عدة أنواع من الحركة، وهي أنواع موجودة، وهنا مور بعد أكثر لكل نوع موجودة حركة لكل أوبجكت بالسلايد. فأنا أختار أي نوع أريده من أنواع الحركة الموجودة. وطبعا أيضا هاي إفكت نفس الشيء مثل ما موجودة بالترانسيشن تاب. أيضا عندي بريفيو إذا تريد تعرض هذه الحركة، لكن المشكلة وين؟ إنه هنا الحركة حتكون لأوبجكت معين أنت تختاره وتضيف الحركة عليه، بس أنا ما أقدر أطبق هاي الحركات على كل الأوبجكتس الموجودة ببقية السلايدات أو بالسلايد الحالي. يعني شوف هسه هذا ما بيه حركة، هذا بيه حركة، شوف هنا نعطيها رقم واحد، هاي الحركة لهذا الأوبجكت. هنا إذا أجي أوقف عليه وأقول له animation tab وأختار نوع حركة، صار عليها رقم 2، هاي الحركة الثانية بهذا السلايد. فالفكرة إنه أنت تضيف حركة لكل أوبجكت على حدة، ما أقدر أضيف نفس الحركة لكل الأوبجكت مثل ما هناك وقلنا apply to all، apply to all، لا لازم واحد واحد تقعد تضيف الحركة المطلوبة. ليش هيجي؟ انت هنا مو كل الاوبجكت، يعني يجوز انت ما تريد كل الاوبجكت الموجودة بالسلايدات تخليها تتحرك، يعني اشياء معينة يجوز في الصورة في الشيء تريد يصير حركة عليها، ما تريد كل الاشكال الموجودة تتحرك. بقانا الانيميشن بين، الانيميشن بين هذا الموجود هنا بالادفانس انيميشن حتى يساعدك to view and manage all the effects
that are on the current slide حتى تتحكم وتشاهد كل الحركات الموجودة بالobjects الموجودة بالسلايد اللي أنت حاليا تشتغل عليه. يعني هسا أنا هنا شفت إنه هذا كذا حركته، هذا كذا حركته، فصارت عندي فكرة عن حركة كل object موجود عندي. هنا أنا عندي الon click start on click، وهنا start with previous و start after previous. شوفوا ياي، خلينا نسوي سلايد شو. ضغطت كليك، يلا ظهر الاوبجكت الاول وبعدها ظهر الاوبجكت الثاني. طبعا خلنا نوقف الحركة للسلايدات حتى يبين عندي ال يعني انه الانيميشن والحركات اللي تصير بالاوبجكت. إذا أريد أقول له with previous، إذا أريد أقول له with previous يعني إيش حيصير؟ حيظهر الأوبجكت سوى في نفس الوقت، الأوبجكت الأول مع الثاني في نفس الوقت. هاي طبعا صارت هيك لأن أنا هنا ما قلت له الأون ماوس، هاي ما لغيتها ولازم أقول له apply to all. نرجع هنا ونقول له F5 حتى نشوف اللي صار. حفظ كليك، فصارت انه الاوبجكت الاول والاوبجكت الثاني ظهروا في نفس الوقت. ليش؟ لان اني هنا اختارت with هنا اختارت with previous انه هذا الاوبجكت يظهر مع هذا الاوبجكت الاول في نفس الوقت with previous. اذا قلت له after previous يعني بعد فتره، شوف شلون اندفع حتى يعني هنا الشكل مال الانيميشن دفعت شويه انه خلي يظهر بس بعد فتره معينه. خلينا نسوي شو حتى نشوف. ظهر الهلو لكن الاسترونومي ظهرت بعده بمده زمنيه. اذا تريد تخلي طول الحركه ايضا تتحكم ب هاي من هنا تتحكم بالlength of transition او length of الانيميشن هنا أنا حتكون. وخلي نسوي F5. شو صارت الحركة هنا اخذت وقت اكثر. ليش؟ لان انا زيدت الوقت. اذا اريد اسوي delay في التأخير، شوف هنا بعد شلون دا يندفع، يعني حيصير تأخير انه بعد كذا وقت يلا يظهر الاوبجكت. واجي اقول له F5 ظهرت هلو. شوف ايش قد صار تاخير، يلا ظهرت المقطع الثاني. خلينا نزيده اكثر حتى يبين عندك. ظهر الاوبجكت الاول، شوف هسه صار اكو ديلي فالتاخير، يلا يظهر الاوبجكت الثاني. شلون سويت هذا ديلي او التاخير من هنا؟ شلون زيدت وقت او الطول مال الحركه الموجوده على الاوبجكت من الديوريشن؟ هنا ستارت تريد انه حركة كل اوبجكت موجود تعتمد على حركة او الضغط على الماوس، او with the previous يعني تخلي التو اوبجكت او الاوبجكتس الموجودة بالسلايد تظهر واحد بعد الاخر، او افتر انه بعده بس اعتمادا على فترة زمنية معينة. هنا تنتهي المحاضرة الخاصة بالباوربوينت، وهي هاي المحاضرة الأخيرة تعرفنا بها على الترانسيشن والأنيميشن. الأنيميشن تاب أخذنا به هذه الحركات الموجودة، وأخذنا به بالأنيميشن تاب التايمينج جروب، وتعلمنا الستارت ديوريشن والديلي. إن شاء الله بالتوفيق لكم بهذا الكورس.